نجحت عناصر الجيش الثالث الميداني في تدمير بؤرتين إرهابيتين للعناصر التكفيرية وسط سيناء. وقد أوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن العملية الأمنية تمت بالتعاون مع القوات الجوية، حيث تمت تصفية 5 تكفيريين وضبط 11، فضلا عن تدمير مخزن متفجرات وثلاث سيارات دفع رباعي وعدد من الدراجات البخارية. مشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء، ما هي أهمية تلك العملية الأمنية التي نفذها الجيش في سيناء، وهل اعتقال عناصر إرهابية يمكن أن يقود إلى مزيد من الخلايا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا لحضرتك. هو في ثلاث حاجات في هذا الأمر. من حوالي 96 ساعة كان في بعض الجنود، كانوا 5 جنود في منطقة الحسنة أو جنوب الحسنة بحوالي 3 كيلو راجعين من الأجازة، وتم الاعتداء عليهم مباغتة من بعض التكفيريين في هذه المنطقة، وأصيب منهم 2 إصابات يعني بالغة واستشهد 3. طبعا دي عملية ما كانتش تفوت، وبالتالي امبارح أمس بعد المغرب وبرضه بأسلوب المفاجأة باشتراك القوات الجوية مع قوات الجيش الثالث زي ما حضرتك ذكرت في البيان، تم تدمير العربيات الأربعة والأربع عشش والمخزن المتفجرات. أما سؤال حضرتك المباشر وهو الجيد، بدايته أول أن هنا القوات المسلحة مستمرة في عملية التطهير في سيناء بالذات تأمينا لعملية التنمية، ده في إطار عام من مواجهة الإرهاب. سؤال حضرتك المباشر بيبقى مهم قوي لما بناخد نوع من العناصر كأسرى، بيبقى تكمله للمعلومات والاستدلال على بعض البؤر او الدعم الخارجي او الخلايا النايمه او الدعم المادي وخلافه او مصادر السلاح، وده بيبقى شيء مهم قوي في هذه العمليه. نعم. ال 11 اللي حضرتك بتسال عليهم موجودين كأسرى، بيتم التعامل معهم معلوماتيا. سيادة اللواء زاهر، قبل ايام اصدرت قبائل سيناء أصدرت بيان تأييد للجيش، ما هو يا ترى تأثير هذا التأييد على سير العمليات في شبه جزيرة سيناء؟ خليني أبقى واضح مع حضرتك، ليس هذا البيان هو الأول وليس الثاني ولا الثالث، هناك بيانات كثيرة تمت بهذا الشكل. نعم. ليه بقول ليه بيانات كثيرة؟ عشان أوضح الصورة. دائما أبدا ما يبقى فيه مراجعات، لأن احنا بنتعامل مع مناخ صحراوي لزمن بعيد تم إهماله، وبالتالي كان هناك نوع من التأثيرات النفسية على البعض، ومن هنا بيحصل من أن لآخر بناء على ما بيتم من دعم ليهم وبيتم من تنمية حواليهم وبيتم من إحساس مادي عملي أمامهم في أنهم بينتشلوا من هذا الزمن، بيحصل عملية البيان اللي بيخرج ده كروح وطنية واستشعار بأن فعلا بيتم تنمية ليهم سواء على المستوى البشري أو المادي أو التنموي أو خلافه. الاستفادة من هذا التأييد، يعني كيف يتم الاستفادة من هذا التأييد في سير العمليات وفي المعلومات تحديدا؟ يعني الاستفادة حضرتك هي أولا معلوماتية في التعاون المعلوماتي، وده شيء مهم قوي سواء كان في سيناء أو على مستوى الشعب المصري حتى في مواجهة الفساد العادي وليس الإرهاب. كلما تعاون الشعب في التبليغ، في عدم الاستجابة، في الوعي، في أن يبقى عنده مقياس حضاري أو ثقافي في أنه يفهم المواقف اللي قدامه، هذا بيجعل العملية التمشيطية والتطهيرية لما يسمى بالإرهاب وهو في الحقيقة ترويع وإجرام والفساد كمان بتبقى عملية ناجحة. ومن هنا كلما استشعر الإنسان انتمائه واستشعر ان انتمائه ده ليس بالكلام، لا ده قايم على العمل من الدوله ليه واحترام ادميته، ده بينمي المعلومات اللي هتاتي منهم. نعم. ثم بينمي الوقفه الطبيعيه مع القوات المسلحه والقوات الشرطيه. نعم. اذا تلبيه الاحتياجات اليوميه والانسانيه تؤدي الى مزيد من التعاون. شكرا جزيلا للخبير الاستراتيجي اللواء محمود زاهر.